أهلا متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف حريم. رمضان صار على الأبواب، نصيحتي لكم في هذا رمضان أن أنتم تنتبهون إلى صحتكم وتحاولون ما تعرضون جسمكم إلى التهاب أكثر من اللي هو موجود فيه. تسألوني شلون ممكن يصير عندنا الالتهاب؟ بقول لكم عن طريق السكريات العالية جدا، عن طريق الأكل المقلي، أيضا زيادة الوزن تسبب التهاب في الجسم، المحليات الصناعية أيضا تسبب التهاب في الأمعاء الذي قد يسبب إلى السكري وإلى السمنة. لذلك أعزائي في شهر رمضان حاولوا أن أنتم تبتعدون أو تقللون كمية الأشياء العالية بالسكر والعالية بالدهون والمقلية بالزيت الغزير، وتحاولون تأخذونها وتدورون لها بدائل عشان ما تحرمون نفسكم منها، وبالعكس تستفيدون من شهر رمضان، لأن شهر رمضان ينظف الجسم من كل السموم وينظم جميع الهرمونات الموجودة في الجسم. يعني لو كان عندك اختلال في شهر رمضان ممكن أن ينحل هذا الاختلال بسبب أن الصيام يوازن الهرمونات في الجسم. فإن شاء الله يكون هذا رمضان صحي ورمضان خير علينا وعليكم يا رب. أخصائية التغذية طيف أحمد.